اللي غنبارك لهم. الله يا اخي انا اللي غنبارك لهم. انا قلت لك انا شو انا عندي واحد الخطه قول لي شنو هي الخطه. المهم شو انا غادي نبارك لهم هذا رمضان انت غتبارك السلام عليكم اخوتي كنتمنى تكونوا مزيانين كنتمنى تكونوا بخير وكنتمنى تكونوا بصحه جيده. المهم جيت نشكر الناس اللي تفكروني كنقول لهم شكرا بزاف بزاف اخوتي والناس اللي ما تفكرونيش انا تفكرتكم بهذا الفيديو عائلتي خوتي صحابي جميع المسلمين على الكره الارضيه كنقول لكم عشركم بروكا ورمضان مبارك سعيد دخل لكم بالصحه والهنا وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي وبالعباده وبمغفرة الذنوب. لاجبوا الفيديو اخوتي ميساج لايك وبارطاج وكومونتير باش تحمسونا باش نزيدو اننا نعمل لكم فيديوهات ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله يا ربي.